من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مراسل العربي باسل خلف. باسل أهلا بك. إذن قصف إسرائيلي وعدد من الشهداء في رفح، كذلك مأساة تعيشها المستشفيات بحسب تقرير الصليب الأحمر الدولي. كيف كان المشهد هذه الليلة في غزة وما هو الحال الآن باسل؟ محمد، ليست رفح وحدها، مخيم المغازي قبل قليل خلال نصف ساعة الماضية تعرض لضربة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، سيدة وطفلة وأشلاء، وصلت إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. هناك عملية مستمرة للبحث عن مفقودين تحت ركام المنزل قريبا من مركز صحي مخيم المغازي، وننتظر لفهم الحصيلة النهائية. قبل قليل سألت ضباط الإسعاف الذين توجهوا للمكان، قالوا إن الحدث مستمر، بمعنى أن عملية البحث عن مفقودين مستمرة. ساعات الليلة، وقت متأخر من الليلة الماضية، شنت طائرات الاحتلال أيضا غارة على مدينة رفح أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا، معظمهم من عائلة واحدة في منطقة مراج، منزل لعائلة معمر، وشهداء نازحين عندهم أيضا في ذات المنزل الذي استهدفته طائرات الاحتلال. وهناك أيضا عملية البحث عن مفقودين تحت الركام ما تزال مستمرة، هي الغارة الوحيدة خلال الوقت الماضي في رفح. يعني على الأقل نهار الأمس لم نسجل غارات، غارة ليلية لكنها قاتلة أدت إلى استشهاد هذا العدد الكبير من الشهداء. خان يونس محيط مستشفى ناصر وحي الأمل كانت مسرحا للأحداث، سواء بالبلاغات التي وصلتنا من فصائل المقاومة الفلسطينية القسام وسرايا القدس، أو من جهة أصوات الانفجارات التي سمعت في تلك المنطقة، سواء في محيط مستشفى ناصر أو حي الأمل أو حتى المنطقة الغربية عموما لمدينة خان يونس، حتى شمال غربها قريبا من مدينة أصداء الترفيهية باتجاه شارع 5. هذه المنطقة أيضا اليوم كانت هناك قصف مدفعي إسرائيلي وغارات شنتها طائرات الاحتلال، إضافة إلى غارات في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، عبسان وبني سهيلة. من هناك تم نقل عدد من الشهداء شهيدين على الأقل ساعات نهار هذا اليوم. تم انتشال أحدهم بالقرب من مستشفى ناصر. سألت ابنه كيف استشهد والده، قال لي وهو شهيد تم نقله اليوم، أنه استشهد برصاص الاحتلال بالأمس، ومنعه الاحتلال من نقل جثمان والده بسبب إطلاق النار في تلك المنطقة. فر الشاب ثم عاد اليوم مع برفقة شاب آخر إلى ذات المكان، وتم انتشال والدهم والإتيان به إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح وجهة للمصابين أو الشهداء من مدينة خان يونس، حيث خرج مستشفى ناصر وكذلك مستشفى الأمل عن الخدمة بسبب محاصرة الاحتلال لهذه المشافي. اليوم هنا تم تشييع جثامين 5 فلسطينيين، من بينهم 2 تم نقلهم من مخيم، أو بالأمس تم نقله من مخيم البريج، وشهيد من منطقة جسر وادي غزة، وشهداء خان يونس الذين وصلوا في ساعات النهار. منطقة الزهراء ومدينة الأمل غرب مخيم النصيرات أيضا شهدت قصف الاحتلال. هناك استهدف بنايات بأكملها، يعني مدينة الأمل الاحتلال استهدف عدد من المباني، هي تجمع لعدد من المباني التي بنيت خلال السنوات الماضية، خصصت لصالح الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار وغيرهم من الأسرى الذين تم تحريرهم مؤخرا. الآن نشاهد هذه سيارة إسعاف تتحرك قادمة من مخيم المغازي تنقل إصابات على ما يبدو. بكل الأحوال مدينة الزهراء أيضا تعرضت لقصف، لكن لا نعرف هناك ما الذي جرى بالضبط، لأنه أخليت هذه المنطقة من سكانها، وأيضا هناك لا يوجد حركة لسيارات الإسعاف. يبدو أن هذه سيارة الإسعاف تحمل جثث شهداء لأنها تعود للخلف باتجاه ثلاجات الموتى. إذن يبدو أن حصيلة الشهداء في هذه الليلة في ارتفاع من جراء ضربة في مخيم المغازي، سيارتي إسعاف أو سيارتا إسعاف. نعم، الآن أشاهد جثمان شهيد في السيارة الأولى، ويبدو أن هناك شهيد في السيارة الثانية، بالإضافة إلى الشهداء الثلاثة الذين تم نقلهم من مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين. المخيم تعرض خلال الفترة الماضية لتوغل، ثم بعد ذلك غارات إسرائيلية أتت على كثير من المربعات السكنية هناك، ويعاود الاحتلال الإغارة على هذا المخيم وهذا العدد الكبير. محمد، جدير ذكره أن مخيم المغازي واحد من مخيمات اللاجئين الأربع في منطقة وسط قطاع غزة، منازله متلاصقة مكتظة بالسكان، عاد إليه الناس مؤخرا في محاولة
العيش فيما تبقى من منازلهم، لأنه حتى من عاد هناك، كنت في المخيم قبل أيام، من عاد إلى المخيم عاد فيما تبقى في هذا المخيم بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة. الاحتلال الآن بهذه الضربات والقصف المدفعي في البريج بالأمس يحاول ألا يكون هناك استقرار عند الناس. الآن يتم كما نشاهد في الشاشة نقل جثمان شهيد إلى ثلاجات الموتى، شهيدان. إذن خمسة شهداء، الآن نتحدث عن نقل خمسة شهداء أو وصول خمسة شهداء من مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين. مرة أخرى نعود إلى تطورات الأحداث في نهار الأمس والليلة الماضية. مدينة غزة كان هناك غارات في شارع حميد النصر مؤدي إلى مجمع الشفاء الطبي، أيضا في شارع عيدية منطقة خلف المجمع، وهناك مناشدات تحدث عنها بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن لا استجابة. الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف، لا يسمح حتى بالتنسيق مع الدفاع المدني، ولا يسمح بدخول حتى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى هناك، وبالتالي هناك ارتفاع دائما في أعداد الشهداء. بعضهم كان مصاب لم يستطع أحد الوصول إليه، يعلن عن استشهاده، ونعرف عن ذلك من أقاربهم الذين يحاولون التواصل مع بعض وسائل الإعلام. شمالي القطاع شهيدة وعدد من الإصابات باستهداف لمسجد سعد بن أبي وقاص في منطقة جباليا من ناحيتها الشرقية. هذا المسجد دمره الاحتلال، فرغه من محتواه في ضربة خلال الساعتين الماضيتين. الإصابات وصلت إلى مستشفى كمال عدوان وكذلك إلى مستشفى العودة بتل الزعتر. محمد، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، مراسل العربي باسل خلف في دير البلح. إذن